يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم لأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وعن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفحنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وقد ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل البحرين هاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون.